اهلا بيكو في برنامج ثقافتك. حلقه النهارده هنتكلم فيها على تشات جي بي تي، برنامج التشات اللي مجنن الناس والناس كلها عايزه تعرف ده ايه وبيشتغل ازاي وبيعمل ايه. ده اللي هنقوله في الفيديو بالتفصيل. ناس كتير بتسال على موضوع التشات جي بي تي وايه هو وبيعمل ايه واستخدمه ازاي واستفيد منه ازاي وحاجات كتيره جدا. التشات ده هدفه ان انت بتقعد تتكلم من خلال مجموعه من الاسئله وبيرد عليك التشات جي بي تي باجابات الاسئله دي. زي ايه مثلا؟ زي انك تقول له انا عايزك تكتب لي بريد الكتروني ايميل، عايزك تكتب لي جواب، عايزك تكتب لي اعتذار، عايزك تعمل لي ورقه علميه او بحث علمي، اكتب لي قصه في موضوع ما وتكون مناسبه لسن مثلا 10 سنين 11 سنه، ممكن شاب قد ايه يستفيد من القصه دي، قول له الشروط اللي انت عايزها كلها، لدرجه انك ممكن كمان تقول له الشخص اللي هيتوجه له القصه او الموضوع سنه قد ايه وملامحه ممكن تكون عامله ازاي، فيقدر يديك ملامح للشكل، ممكن تخليه يكتب لك سكريبت حلقه، ممكن تخليه يعمل لك برنامج كورس، ممكن يعمل اي موضوع من اي نوع. طبعا في ناس كتيره جدا جربت الفتره اللي فاتت وانا واحد من الناس اللي استخدمته اكتر من مره، ولكن الملحوظات اللي هقولها لكم كالاتي. اول حاجه، هو في العربي مش قوي جدا، يعني في بعض الاخطاء، في بعض الحاجات اللي محتاجه لسه تتصلح. هو بيدعم كل اللغات وخاصه طبعا الانجليزي الفرنساوي الالماني الاسباني، اللي هي اللغات الانجليزيه، يعني اللغات اللي زي العربي ما بيفهمهاش قوي. بيرد عليك وبيكتب لك كل اللي انت عايزه، ولكن ما بتطلعش بنفس التنسيق بتاع اللغات الاخرى. انا ممكن استفيد منه ايه كحد عادي؟ اي حاجه ببساطه كده. احنا كلنا بنستخدم جوجل حاليا، هو مبدئيا الشات جي بي تي ما بيشتغلش غير من ويب سايت، يعني مش هيشتغل حضرتك من على موبايل ابلكيشن، لا، لو هتفتحه من على موبايل بيشتغل برضه من خلال البراوزر الموجود عندك، ويفضل ان يكون جوجل كروم اللي من على الموبايل. طيب لو انا النهارده عايز استخدمه ممكن اعمل بيه ايه كشخص؟ ممكن اساله اي سؤال، فهو عباره عن حاجتين مخلوطين ببعض طلعوا للشات جي بي تي، مع الاخذ في الاعتبار ان هو ذكاء اصطناعي. يعني لو انت بدات محادثه وفي وسط المحادثه قلت كلام وجيت سالت على حاجه، هو بيربط الاسئله اللي انت بتقولها بالاجابات اللي بتطلع بالاسئله اللي انت بتسالها تاني، وبالتالي في الاخر خالص يطلع لك. يعني انت ممكن تاخد تدي معاه في الكلام، ولو قلت له معلومه وسالت سؤال وجيت سالت في المعلومه اللي انت قلتها بعديها بثلاث اربع اسئله في نفس المحادثه، هيجيب لك المعلومة اللي انت قلتها أول مرة، وده معناه ان هو بيحتفظ بالكلام اللي انت قلته، وذكاء اصطناعي يعني بيفكر فيه وبياخده وبيحلله ويرجع يتكلم معاك بيه تاني. طيب انا ممكن استفيد ايه؟ ممكن استفيد اي حاجة تيجي على بالك. يعني لو انت حد طالب مثلا وعايز تعمل حل لمعادلة رياضية بيعملها، لو عايز تسأله في حاجة كيميائية هيجاوبك، فيزيائية هيجاوبك، في اي قوانين من اي نوع هيجاوبك. كمان مش بس زي جوجل، جوجل بتدور على معلومة بيدي لك الناس قالت ايه عليها في الاماكن الفلانية. ده بيعمل اكتر من كده كمان. بيعمل ايه اكتر من كده؟ ده بيعمل حاجات زي مثلا تيجي تقول له انا عايزك تكتب لي كود فيجوال بيزك سي بلس بلس اتش تي ام ال، اي نوع من انواع الاكواد، يعمل 1 2 3 4، يكتب لك الكود، يكتب لك الخطوات، يكتب لك الفانكشنز لو في فانكشنز هتتكتب في الكود، ايا كان ايه الموضوع بيحله لك ويجاوبه لك، ايا كانت الاجابه بتاخد ايه، صفحه 2 3 4. غالبيه الناس بتسال هو ده متاح في مصر؟ هو ده مجاني؟ ومبدئيا لغايه دلوقتي في فيرجن منه مجاني، النسخه الفري ما زالت لسه بتتعلم مننا. يعني انت كل مره بعد ما بتكتب السؤال بتاعك ويجاوبك بيقول لك قيم السؤال، هل هو كويس، هل هو الاجابه مش قد كده، هل انت ساتسفايد ومبسوط بيها ولا لا، علشان يقدر من خلالها يقيم السلوك بتاع الاي اي ده او الذكاء الاصطناعي ده، هل هو سليم ولا مش سليم، عشان هم في مرحله تطوير ليه. كمان ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها، على سبيل المثال خطوات اصلاح اي حاجه، عايز تصلح حاجه في العربيه، عايز تصلح حاجه في اي حاجه موجوده عندك، يقول لك ازاي تفك وتركب. المعلومات دي كلها يا جماعه بيجيبها من على مواقع البحث برضه، هو مربوط في الاخر بالداتا اللي موجوده على الانترنت. يعني لو انا جيت سالته وقلت له مين فلان الفلاني، مين نجيب محفوظ، هو هيجيب منين؟ هيجيب من الحاجات اللي موجوده على الانترنت، بيقراها وبيلخصها، كمان بيلخص لك الفيديوهات اللي موجوده على الانترنت. يعني لو انت عندك فيديو ما على اليوتيوب والفيديو ده انت عايز تعمل عنه ملخص، بيعمل لك ملخصات،
تقول له لخص لي الفيديو ده، تدي له السبتايتلز او الكلام اللي نازل مع الفيديو، تاخده كوبي وتحط تقول له لخصه لي في 200 كلمه، لخصه لي في قطعه باراجراف مثلا 40 سطر، ايا كان اللي انت عايزه، وبيعمل لك كل الكلام ده. يعني اعتبره سكرتير ليك، مساعد اسيستنت ليك، ولكن بيعمل اي حاجه. الناس اللي بتسال بقى ازاي اقدر اشغله هنا في مصر، ببساطه ان عشان تشغله اول مره بتحتاج انك تخش تعمل ريجستريشن او تسجيل او ساين اب من خلال الموقع بتاعهم اللي تقدر توصل له من خلال جوجل سيرش. يعني انت لو كتبت على جوجل سيرش اوبن اي اي تشات جي بي تي هيجيب لك اللينك بتاع الموقع اللي تقدر تخش عليه، هتلاقي لوجن وهتلاقي ساين اب. مش هتعرف تلوجن الا لما تعمل اكونت، فانت هتخش تكتب اسمك، تكتب ايميلك، تعمل اكونت. بعد ما تعمل اكونت هيجي لك ايميل على الايميل بتاعك عشان تعمل له تاكيد للايميل او تفعيل وفيريفاي للايميل. بعد ما عملت الخطوه دي، لو جيت تخش من غير في بي ان او تخش عادي يعني بالطرق العاديه، مش هيشتغل معاك، هيقول لك انت في دوله ممنوعه. فلو انت عايز تستخدمه في عندك طريقتين. الطريقه الاولى انك تستخدم اي بوت على التليجرام من اللي مربوطين بالتشات جي بي تي او بيستخدموا الاي بي اي بتاع التشات جي بي تي، او ببساطه كده سيبنا من الاي بي اي، اللي مربوطين باللغه بتاعه البرمجه او بمنصه تشات جي بي تي، فيقدر يطلع لك النتائج على تليجرام. في منها مواقع كتيره جدا بوتس موجوده يعني على التليجرام. او الحل التاني ان انت تستخدم رقم تليفون بتاع حد قريبك عايش بره ومش هيستخدم التشات جي بي تي، او بتاع ابن حد تعرفه قاعد بره رقم تليفونه يعني تستخدمه، لانك لو استخدمت رقم تليفون شخص والشخص ده جايعمل بيه اكاونت مش هيشتغل، وممكن يعمل لوك للاكاونت بتاعك. ما ينفعش اتنين يستخدموا نفس الاكاونت في نفس الوقت، ولو حد دخل بيه من يعني كذا مره من كذا دوله في اوقات متقاربه فبيقدر يستشعر. ده ذكاء اصطناعي يعني، ده بيعرف كل حاجه، فهيعرف ان انت داخل من اكتر من مكان، فممكن يعمل دي اكتيفيت الاكاونت او يعطل الاكاونت بتاعك. فانت ده الحل الاولاني. الحل الثاني طبعا في ارقام ممكن تشتريها من على الانترنت، وفي تطبيقات بتدي لك ارقام، ولكن بيقدر يستشعرها ساعات الاوبن اي اي تشات جي بي تي ان ده رقم فايب او رقم بتاع انترنت. من ضمن الحاجات اللي ممكن تجربها بينج مي، ده برنامج موجود على كل المنصات سواء اندرويد او ايفون، تقدر من خلاله تنزل ابلكيشن وتسجل، وبعد ما تسجل تشتري رقم موبايل بدولار وتفعله وتاخد عليه الاكتيفيشن كود من على المنصه، وكده بقى الاوبن جي بي تي او الاوبن اي اي جي بي تي اشتغل معاك. بس طبعا عشان تاكتفه لازم تبقى داخل في بي ان، يعني الاكتيفيشن والكرييشن تخليل اكونت او انك تعمل اكونت وتاكتفه من خلال في بي ان. مجرد ما اتعمل افتحه بقى عادي خالص من غير في بي ان واشتغل بيه واستخدمه، وهتلاقيه عملي جدا ومفيد جدا، وبيقدر يديلك اقتراحات كتيرة لنفس الموضوع. ولو ما عجبكش النتائج اللي هو مديها لك، في زرار بيبقى موجود تحت كده بعد الكلام اسمه ريجينيريت، فيقدر يخلق لك اجابات اخرى لنفس العنوان اللي انت سألت عليه او نفس الموضوع اللي سألت عليه، ولكن باسلوب مختلف. يفضل طبعا الناس تستخدمه في حاجات مفيدة مش في حاجات شريرة، لان انا حتى لما جربته لقيت ان هو بيعمل اي حاجة. يعني انت ممكن تعمل بيه اي ايميل حتى لو ايميلات وهمية تنتحل في صفة حد، وهو بيكتب لك كل حاجة بشكل منمق جدا، ويدي إيحاء وانطباع إن فعلا الأشخاص دي هي اللي بعت الكلام ده. فدي أداة لطيفة ممكن تستخدمها في المذاكرة للتأكيد من معلومة، لو طلبت منه يكتب لك ورقة علمية أو بحث علمي بيعمل الكلام ده، وبيجيب لك كمان الريفرنس. لو انت قلت له عايز الريفرنس يجيب لك المصادر اللي جاب منها الحاجه، تقدر تاخد الكلام ده. ولو انت عايز الكلام ما يبقاش فيه مثلا نوع من انواع الاقتباس او البلاجيريزم، هو ما بيعملكش بلاجيريزم، ولكن ممكن كمان تتاكد وتقول له ريجينيريت، فيطلع لك نفس المحتوى بصيغه مختلفه بريفرنس الاماكن اللي هو جاب لك منها الكلام ده كله، لدرجه انه ممكن يكتب لك اي حاجه، ولو انت مش اللي عاملها بايديك هتصدق ان الكلام ده فعلا حقيقي او ان الموضوع ده فعلا حقيقي. بيعمل حاجات باسلوب منطقي جدا، تحس ان هو فعلا في بني ادم قاعد الناحيه الثانيه. زهقان ممكن تتكلم مع الشات جي بي تي، تطلب منه انواع اكل معينه. لو انت مثلا عندك نوع اي نوع من انواع الامراض وعايز تعرف اي تفاصيل عنه، لو كتبت له الاعراض يقول لك الامراض ممكن تكون ايه والادويه المقترحه ممكن تكون ايه. لو سالته على اي دواء في اي مجال، حرفين في اي مجال، فضاء، علوم، ولكن هو عنده يعني التاريخ واقف عند 21، يعني عند 2021، بمعنى لو سالته على حدث بعد 2021 هيقول لك لا انا المعلومات اللي عندي لغايه 2021، لان انا كنت جربت وسالته ايه اللي ممكن يحصل
في سنة 2022 ايه اللي يحصل في 23 عن اي موضوع ما، فهو ما بيتنبأش، هو بيجيب من خلال جوجل. يعني تقدر تقول هو جوجل وسيري مع بعض وعملوا حاجة، الحاجة دي تفاعلية فيها نوع من انواع الذكاء، بيقدر يعرف، وطبعا هو في الاخر بيعرف وبيرد بناء على الثقافة والتغذية اللي هو اتغذاها من معلومات قبل كده، لان هو بري تريند، هو تم تدريبه قبل كده. يعني لو انت جيت سألته مثلا على سبيل المثال في حاجة منطقية عندنا في مصر بس مش منطقية عند الاجانب، ممكن ما يعرفش يساعدك ولا يرد عليك فيها. فالاسئلة يجب انها تكون بشكل كبير منطقية جلوبالي عالميا، يعني مش ينفع اقول له مثلا افيه احنا بنقوله في مصر او معلومة احنا دارجة في مصر فيقدر يفيدك فيها، لان الحاجات دي مش موجودة في القاموس عنده. زي بالظبط كده لو تفتكروا المسرحيه بتاعت محمد صبحي زمان اللي كان عاملها وكان قايم فيها بدور روبوت، اعتبر انك بتتعامل مع تشات جي بي تي ده على انه روبوت، فهو هيدي لك اوتبوت بناء على الانبوت اللي هو اخده. فالانبوت اللي هو اخده ده من خلال السيرش انجن ومن خلال الناس اللي عملت بروجرامنج للتشات جي بي تي. ده باختصار، اتمنى يكون موضوع الفيديو فاتكو. كان معاك وليد حجاج، خبير امن معلومات، ملقب اعلاميا بصقر الهاكرز، وعضو اللجنه الرقميه والبنيه المعلوماتيه بمجلس اعلى الثقافه.